بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراكي. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض كده عجة الكرنبيت. طريقتها سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا حبايبي نشوف المقادير سوا. دي كده حبايبي كوباية كرنبيت مسلوق، ودي كوباية دقيق، ربع كوباية زيت، ربع كوباية لبن. اللبن ده هو كان مغلي وسايباه لما برد وخدت منه ايه ربع كوباية. هنات حبايبي معايا يعني ربع كوباية كده بقدونس يعني متقطع كده، بتنضفيه الاول كويس وبعد كده عشان لو في ورق اصفر ولا اي حاجة. بعد كده بتبدأي اللي انت بتغسليه وبتقطعيه. وهنا معايا دي كده طماطمية، طماطمية وسط كده مقطعة كده مكعبات. وهنا معايا 2 بيضة، وهنا معايا قرن فلفل رومي. ممكن لو انت حابة تضيفي معاه شطة ممكن تضيفي، بس انا يعني مش هضيف. هنوض بقى معايا بصلة كده متوسطة مبشورة، ومعايا معلقة صغيرة كده من الثوم المهروس كان عندي في الفريزر. هنا بقى نشوف بقى مع بعض كده البهارات. هنا معايا دي كده معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة ملح، وهنا معايا معلقة صغيرة بشر ليمون، ومعايا برضو معلقة صغيرة بيكنج باودر مليانة، وهنا معايا يعني نص معلقة كده صغيرة زعتر، ومعايا معلقة صغيرة كمون، وربع معلقة صغيرة شطة، ربع معلقة صغيرة سماق موجودة عند العطار. هنا معايا نص معلقة كده صغيرة كاري، بودرة الكاري. دي كده حبايبي المكونات كده ايه معايا. نبدأ بقى نشتغل دلوقتي حبيبي. انا كده ايه معايا كده مقلية عشان هشوح فيها بس البصل، يعني عشان عايزاه بس اللي هو يدبل كده معايا شوية. هنا معايا هاخد الزيت كده اهوت، هحط شوية كده صغيرين. وهبدأ ان انا اسخن الزيت ده كده على النار. انا اشوح بقى البصل، وبعد كده هنزل عليه بالطماطم والفلفل. دي كده المكونات اللي انا هعملها على النار. انما بقى بقية المكونات يعني بعد ما هشوح دول كده على النار ويعني ويبردوا معايا شوية، هبدأ بقى انا ايه يعني كل المكونات اللي دي كده هتتقلب مع بعضيها. وندهن بقى صينية بالزيت وابدأ ان انا احط فيها خليط العجة كده بقى اوريكم. هبدأ كده حبايبي اللي انا اقلبها بس كده شوية. انا مش عايزه اللي هي لونها لون البصلايه اللي هي تتغير معايا، لا انا عايزاها بس ايه يعني احس بس اللي هي ايه دبلت بس ايه كده شويه بس. حابه بس ان انا اقدمها رشه ملح اهيت كده خلاص. كده بقى هبدا ان انا انزل عليها بالفلفل. لا هشوح الفلفل بس كده ايه يعني تشويحة بسيطة كده اهوت، وبعد كده انزل بالطماطم. كده حبايبي هقلبهم بس كده اهوت. هبدأ
هوقف بس كده يعني دقيقة كده ونرجع تاني. كده حبايبي انا كده طفيت كده عليها، هسيبها بس لما تبرد شوية بس كده اهوت، وبعد كده اهوت ايه هنبدأ يعني نقلب كل المكونات مع بعضها. دلوقتي هبدأ اللي انا اجهز الصينية اللي انا هعمل فيها اهيت، يعني هدهنها بقى كده اهوت، اجيب بس دي كده على جنب شوية الزيت كده الفاضلين، هحط كده يعني حوالي معلقتين كده اهوت، بس ما تقلى شوية احط بقى ايه الحاجات دي كده على بعضها اهوت. هنضيف الكرنبيت اللي هو المسلوق، ويعني وبرضو يعني فرماه كده ناعم كده زي ما احنا شايفين كده اهوت، يعني ممكن تبليه بايديك او بشوكة. كده بقى ايه هبدأ ان انا اضيف البهارات كلها انا قلت لكم عليها. هنحط بقى الدقيق، حط نص كوباية الأول لا، وبعد كده هنشوف لو احتاجت هحط ايه نص كمان. لا وحط الاتنين بيضة كله على بعضه. هنا فاضل معايا يعني حبة زيت كده صغيرين هحطوه، يبقى هي واخدة معايا كل الحكاية ربع كوباية زيت، بس أنا قسمتها دهنت منها الصينية وعملت منها خلطة الطماطم ديت والبصل لا عشان ما تزوديش بس ايه زيت يابا. وانا هنضيف بقى اللبن، هنحط شوية كده اهوت ونشوف. حبايبي دلوقتي بقى هبدأ ان انا ايه كده الخليط كده ايه يعني برد معايا اهوت، هبدأ ان انا اضيفه واشوف بقى المعلقة دي. كده بقى حبايبي هبدأ ان انا اقلبهم مع بعضيهم. ما انا بس قربت التليفون عشان ايه تشوفوها معايا كويس. هنجيبها بقى كده كويس مع بعضيها، على فكرة لو انت عايزة تضيفي معاها بطاطس ممكن تضيفي معاها
يعني بطاطسية كده تقشريها وتبشريها بالمبشرة وتضيفيها معاها. انا كنت بعملها كده يعني، بس انا مش هعملها بقى النهارده كده. على فكره اللبن دوت الربع كوبايه اللي انا استعملتها ممكن اللي انت تستخدمي بدلها ميه، يعني متوفر عندك استعمليه يعني كده. هنحط بقى شويه كده كمان، يعني انا حاسه ان هي عايزه ايه معايا. هنضيفها كلها يبقى كده ايه، خدت معايا ربع كوباية لبن. كده خلاص هبدأ بقى ان انا احطها في الصينية. اهي حبايبي يعني. النهارده كنت عاملة كرنبيت عشان كده عملت العجة. اليوم اللي بنبقى عاملة فيه كرنبيت لازم ابني بيطلب مني العجة فبيحبها جدا. ديت كده اشيل ديت. اوزعها بقى كده اهوت. كده حبايبي دلوقتي بقى ايه، تبدأي بقى انت تدخليها على الفرن. بس انا يعني ايه هعملها من فوق على البوتاجاز من فوق. نشيل بقى دي كده اهوت. يا حبايبي دلوقتي بقى هبدأ اللي انا اغطيها واسيبها بقى ايه، اسيبها خالص بقى لحد ايه ما يعني ما تستوي بقى من تحت كده اهوت، والاقيها كمان اللي هي يعني خلاص كده اهوت استوت. ابدأ بقى اللي انا ادخلها يعني تحت الشواية كده اهوت، تاخد الوش بتاعها ياخد لون وخلاص على كده. ممكن تدخلها على الفرن بس يعني الاسهل لك اعمليه يعني عادي، يعني ممكن تدخليها على الفرن او تعمليها على صاجه كده على البوتاجاز من فوق. بس هوقف بقى دلوقتي لحد يعني ما تبدا اللي هي تستوي معايا ونرجع تاني. كده حبايبي هنشوف بقى العجه اخبارها ايه. اهي شايفين كده حبايبي هي كده استوت كده من تحت، بس انا عايزه بقى ايه اختبرها فقلت بقى ايه اشوفها كده ايه معاكم. ما بتجيبي سكينه يعني بتختبريها كده زي الكيكه بالظبط. اهيت لما يطلع السكينه ما فيهاش اي حاجه كده هي كده ايه استوت. فانا كده انا هنطفي عليها بقى كده من فوق وهدخلها بقى تحت الشوايه. كده انا طفيت عليها كده، انا هدخلها تحت شويه تاخد لون وبعد كده نرجع تاني. دلوقتي حبايبي دي كده شكل العجه بعد ما خدت لون كده تحت الشوايه، ويعني سبتها كده طلعتها يعني هي دلوقتي دافيه اهي. هبدأ بقى اللي انا اقطعها. كده حبايبي انا بعد ما قطعتها بقى كده، بعد ما قطعت العجة كده في الصينية رصيتها بقى في الطبق ده هوت. وده كده حبايبي شكلها شايفين. واضحة جميلة جدا شايفين حبايبي شكلها من جوه. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة ديت، ان شاء الله كده هتعجبكم والطعم بتاعها جميل جدا. هتندموا والله لو ما جربتوش، طعمها تحفه قوي. خدت قطعه وصفة كده من ورا ده التصوير، ندى بنتي معاكم. خدت قطعه كده من ورا التصوير، طعمها تحفه والله.
هي عملي فانا كذا مرة، هي عاملاها بناء على طلبي انا وفتحي على فكرة. بس هي المرة دي أنا بعملها على طول، لا بس كل مرة كنت بحط فيها يعني بطاطستين كده وسط، بقشرهم وببشرهم وبحطهم في الخليط اللي أنا اللي انتوا شفتني ايه بعمله، خليط العجة، بقلبه بقى مع بعض وأحطه بنفس الطريقة كده. بس هي المرة دي بقى ابني طلبها قال لي بلاش بطاطس فيها يا ماما، ف حبيناها من غير بطاطس السنة. وندى بنتي قالت لي بلاش بطاطس، فعملتها لهم النهارده بقى بالكرنبيت بس. عشان كده اول ما بدأت الفيديو معاكم قلت لكم هنعمل عجة الكرنبيت التانية بقى، لما كنت بدخل فيها بطاطس تانية يعني عجة الكرنبيت بالبطاطس. اتمنى للوصفة النهارده حبايبي تكون عجبتكم. ندى بقى تختم معاكم الفيديو. طبعا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، وياريت يعني ياريت تجربوا الوصفة، ولو جربتوها اكتبوا تحت في الكومنتات رأيكم في الوصفة ايه. وطبعا ما تنسوناش من صالح دعواتكم. آمين يا رب، يا رب. ما تنسوش بقى حبايبي تعملوا اللايك والشير عشان يعني بيرفع وسبسكرايب. الفيديو وبيوصل الفيديو لأكثر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده كده حبايبي شكلها اهيت من على قرب. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.